بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. نبدأ هذه الحلقة حفظكم الله بما طلبه الأخ أبو عبد الله، يقول: الاختلاف والتفرق الذي يحصل بين أبناء الأمة له أثر سلبي في تماسكهم وقوة أوطانهم وكذلك مجتمعاتهم، ما هو واجب المسلم في هذا المقام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الاختلاف لا شك أنه حاصل ويحصل، كما قال الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الاختلاف حاصل، ولكن الواجب علينا اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، التمسك بها. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالخلاف حاصل، ولكن عند ذلك علينا أن نتبع الكتاب والسنة، وأن نسير خلف ولي أمر المسلمين وندين له بالسمع والطاعة بالمعروف، هذا هو واجبنا. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة جاء في آخرها إذا حصل اختلاف فماذا أفعل؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فالواجب عند الاختلاف تمسك بالكتاب والسنة والسمع والطاعة لولي أمر المسلمين، والسير مع جماعة المسلمين تحت إمامهم، وهذا لا شك أنه أصلح للمجتمع وأصلح للأمة وأضمن للقوة وأردع للعدو. نعم. نعم، بارك الله فيكم. أذكر الأخوة والأخوات بجوال البرنامج للرسائل النصية فقط: 0517 8553. أنتقل إلى سؤال آخر. يسأل السائل، يقول: ما حكم دماء المعصومين وأموالهم وأعراضهم التي قد يتساهل بها بعض الناس ممن انحرفت أفكارهم وخرجوا عن المنطوق الإسلامي؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت. قال: اللهم اشهد. فهذا هو الواجب علينا، أن نكون أمة واحدة على الحق، وأن نسمع ونطيع لولي أمرنا بالمعروف، وأن نتعاطف فيما بيننا. المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره،
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذا هو الواجب علينا في كل زمان ومكان، إن تمسكنا به لن يضرنا أحد بإذن الله. نعم نعم بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ صالح، كيف نحث شباب الإسلام على تعظيم كتاب الله عز وجل في النفوس والقلوب؟ علموهم تعليم، علموهم، وهذا يجب أن يكون في المناهج الدراسية، وهو موجود في مناهجنا ولله الحمد، من الابتدائي إلى الدراسات العليا. العقيدة الإسلامية، العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، لا تزال تتابع الطلاب من بدايتهم إلى نهايتهم في الدراسة، يتثقفون فيها ويتعلمون فيها. لكن الواجب أنه ما يكتفى بالكتاب، بل لا بد من المعلم الناجح والفاهم الذي يفهم المقررات ويشرحها ويوصلها إلى الطلاب على وجهها المشروع وبأمانة، فيختار الكتاب ويختار المدرس الناجح الناصح، لا بد من هذا. نعم نعم بارك الله فيكم. من مكة المكرمة عبر جوال البرنامج يسأل الأخ عبد المجيد، يقول: هل من علامات اقتراب الساعة تطاول البنيان؟ نعم، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم في آخر الزمان يتطاولون في البنيان، فهذا من علامات الساعة التي لا بد من قدومها علينا أو على من بعدنا، ولكن الواجب السير على كتاب الله وسنة رسوله، والسير مع جماعة المسلمين وإمام المسلمين، هذا هو الواجب علينا. نعم بارك الله فيكم. يقول السائل أيضا: ما هي الثمرات المترتبة على تعلم القرآن الكريم وعلى متعلميه، ومن هم أهل القرآن الذي ورد ذكرهم؟ أهل القرآن هم العاملون به، المتمسكون به، هؤلاء هم أهل القرآن، ويعرف هذا من سيرتهم ومنهجهم. فأهل القرآن هم الذين يسيرون على نهج القرآن ويتعلمونه ويعلمونه ويسيرون على مقتضاه. نعم سؤاله قبل يسأل يقول: ما هي ثمرات المترتبة على تعلم القرآن الكريم؟ ثمرات كثيرة، الحمد لله، ثمرات كثيرة. أولا أن الإنسان يحصل على الأجر العظيم بتعلم القرآن وتعليمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا يكفي التعليم، لا بد من العمل بالقرآن، لا بد من فهم القرآن، لا بد من اتخاذ القرآن منهجا لنا نسير عليه، لا بد من هذه الأمور. ما يكفي أن القرآن يتلى بالقراءات السبع أو العشر، لا يكفي هذا. القراءة والتلاوة إنما هي وسيلة للعمل، فأولا التلاوة، ثانيا التدبر، ثالثا العمل، وهذا هو المطلوب. نعم بارك الله فيكم. أبو علي من الرياض يقول: نرغب من معالي الشيخ صالح نصيحة في التسامح والتعايش مصداقا لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نعم، التعارف لا بأس به ومطلوب، ولكن ليس معناه المداهنة وأن نتعايش، لا، معناه أننا نعطي ذوي الحقوق حقوقهم ولا نظلم أحدا، ونحب لهم الخير، ونحب لهم النجاة من النار، هذا هو المطلوب. والنصيحة، قال صلى الله عليه وسلم:
الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولسنة رسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت على جوال البرنامج، هذا يقول: حكم ترك الأسباب أو التعلق بها؟ لا يجوز ترك الأسباب ولا يجوز الاعتماد عليها، بل لا بد عليها وحدها، بل لا بد من أمرين: التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. فلا نقتصر على التوكل على الله ونترك الأسباب النافعة، ولا نأخذ بالأسباب ونترك التوكل على الله، لا بد من الجمع بينهما. نعم. أيضا بارك الله فيكم، يقول السائل سعيد محمد: ما حكم شد الرحال إلى مسجد قباء؟ لا، ما يسافر لمسجد قباء، وإنما يسافر إلى المسجد النبوي. نعم. ومن وصل إلى المسجد النبوي وصلى فيه فإنه يزور مسجد قباء ويصلي فيه. نعم. وما حكم أيضا شد الرحال للصلاة للسلام فقط على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فيسافر للصلاة في هذه المساجد 3، ولا يسافر من أجل السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا يحصل بالصلاة والسلام عليه وأنت في أي مكان. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فنصلي ونسلم عليه في أي مكان من مشارق الأرض ومغاربها، ويبلغه الله ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. صالح محمد من جدة يقول: أنا أخصص يوم في السنة لزيارة المدينة المنورة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في ذكرى وفاته أو في ذكرى مولده، فما الحكم في ذلك؟ لا تربط زيارة المسجد النبوي بذكرى وفاته أو ذكرى مولده، هذا بدعة. ولكن تزور المسجد النبوي للصلاة فيه، والصلاة فيه عن 1000 صلاة فيما سواه من المساجد، تقصد هذا الثواب العظيم. وأما الزيارة فإنها تدخل تبعا، إذا سافرت للمسجد النبوي للصلاة فيه وصليت فيه تزور المسجد النبوي، تزور الرسول صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وعلى صاحبيه. نعم. أحسن الله إليكم. التذكر في يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا من القدر في العقيدة؟ هذا لا أصل له، هذا بدعة، ولا يجوز إحياء المولد أو التذكير بالمولد، هذا لا أصل له. الواجب الاتباع، اتباع الرسول، وليس التمسك بمولده أو ذكرى مولده، هذا لا أصل له وهذا مبتدع. لكن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، نؤمن به ونتبعه ونحبه صلى الله عليه وسلم، ونصلي ونسلم عليه، هذا هو الواجب، هو واجب الرسول صلى الله عليه وسلم علينا. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. محمد العيسى من مكة المكرمة يسأل عن البينونة الصغرى للزوجة في فراقها عن زوجها، متى تعود له؟ البينونة الصغرى، البينونة بينونتان، بينونة كبرى لا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجا غيره، والبينونة الصغرى يجوز أن يعقد عليها ويتزوجها. فمثلا إذا طلقها طلاقا رجعيا وانتهت عدتها فإنها تبين منه بينونة صغرى، فله أن يعقد عليها ويتزوجها. نعم. يقول: وإذا جامعها وهي في عدة البينونة الصغرى، ما حكم ذلك؟
الجماع رجعة، إذا جامعها فقد راجعها. نعم نعم. عبد الرحمن عواجي من جازان يسأل يقول: أنا أريد أن أعتمر لشخص وهو غير وهو تعبان صحيا، هل يجوز ذلك؟ إذا كنت اعتمرت لنفسك أولا عمرة الإسلام فلا بأس أن تعتمر عن غيرك حيا أو ميتا، لكن الحي لا بد أن يكون عاجزا بنفسه عن السفر للعمرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الله محمد يقول: نرغب موقف أو بيان لموقف المسلم من البدع التي كثرت في الآونة الأخيرة. الحمد لله أن تجتنب البدع وتلتزم بالسنن، تحرص على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بتعلمها ومعرفتها والسؤال عنها، ثم تتمسك بها، وبهذا تنجو من البدع والمحدثات. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: سعيت في المسعى في الأشواط الأولى بقدمي، ولكن تعبت وأخذت عربية وأكملت السعي، هل هذا فيه نقص في العمرة؟ لا، يجوز أنه يركب أثناء الطواف أو أثناء السعي، خصوصا إذا عجز أو تعب. وقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الطواف لما كثر الناس عليه، ركب صلى الله عليه وسلم وأكمل الطواف وهو راكب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في الأطعمة الحل، والأصل في الوطء التحريم، ما المقصود بذلك؟ نعم، الوطء لا يحل إلا بعقد صحيح وبامرأة لا تحرم عليه بنسب أو سبب. نعم. والأطعمة الأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، أحل لكم الطيبات. نعم. والأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأرض والثياب. نعم. الطهارة حتى تعلم نجاستها. نعم. أحسن الله إليكم. عبد المنعم محمد يقول: أنا مسلم جديد، أو عندي مسلم جديد، ولكن يسأل عن الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية توحيد الله جل وعلا بأفعاله هو، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الكائنات، وهذا لا يكفي. كان المشركون مقرين به ولم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام، فتوحيد الربوبية لا يكفي، لا بد من توحيد الألوهية، وهو الذي خلق الخلق من أجله، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو الذي أرسلت به الرسل، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. أحسن الله إليكم. أم عبد الله تقول: عندي سؤال للشيخ، حيث أن زوجي يدين فلوس بالفائدة، وأنا حاولت أنصحه لكنه لم يستجب لنصحي، فهل نعاقب أنا وأبنائي بسبب عمله؟ نعم، تدين الفلوس بالفائدة، يعني دراهم بدراهم وزيادة، هذا لا يجوز، هذا ربا، والربا حرام بإجماع المسلمين، وهو سحت، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فلا يجوز تعاطي الربا وأكل الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعلكم ترحمون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. نعم. أحسن الله إليكم. محمد من الرياض يقول: أرجو قراءة السؤال على الشيخ للفائدة العامة، حيث يتم تداول الرسائل عبر الجوال تشمل أحاديث وأدعية، ويطلب مرسلها من المستلم إرسالها مرة أخرى لينال الأجر والثواب، وأحيانا يقول: هي أمانة عندك فأرسلها للآخرين، ما صحة ذلك؟
لا يصح هذا ولا يجوز إلا إذا كانت الأحاديث صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا عرفت صحتها فلا بأس أن تبلغها للناس، وإذا لم تعرف صحتها فاسأل عنها أهل العلم، ولا تروج أحاديث لا تدري عنها تكون مكذوبة مدسوسة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. أبو رامي أردني مقيم في المملكة يسأل، يقول: من هم السلف الصالح، وهل أنا بصلاتي وصيامي وحجي وعمرتي أكون من هؤلاء؟ السلف الصالح هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم على سنتهم وطريقتهم، فهم السلف الصالح. ويطلق السلف الصالح على القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي 4 قرون أو 3 قرون كما جاء في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا في بلدي كنت أزور القبور وأصلي عندها وأدعو لها وأدعو منها وأستغيث بها، هذا في السابق، هل أنا على آثم في ذلك، وهل مسح الله تلك الذنوب؟ نعم، هذا شرك، دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات هذا شرك، والدعاء عند القبور والصلاة عند القبور لله عز وجل هذا بدعة، وكله مردود لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. فما دمت أنك قد تبت من هذا ورجعت إلى الصواب فالله يتوب على من تاب. نعم. أحسن الله إليكم. أم سعيد من أبها تقول: أنا مبتلى بالوسواس القهري في الوضوء والصلاة وفي عباداتي كلها، ما هو العلاج الحقيقي لذلك؟ العلاج بأمرين: أولا أن تترك الوسواس، أو 3 أمور: الأول أن تترك الوسواس ولا تلتفت إليه، الأمر الثاني أن لا تعمل به ولا تسير عليه، ترفضه رفضا تاما، والأمر الثالث أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الوسواس من الشيطان، ولذلك سماه الله بالوسواس الخناس. وسواس إذا غفلت عن ذكر الله، خناس يعني يبتعد عنك إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. نعود مرة أخرى أيضا للأسئلة عبر الجوال. هذا يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. هل عقوق الوالدين موجب لرد العمل وعدم قبوله؟ يوجب العقوبة، حقوق الوالدين يوجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى، وهو بعد الشرك في المنزلة: أولا الشرك، ثانيا عقوق الوالدين. فعلى المسلم أن يتجنب الشرك ويتجنب عقوق الوالدين ويتجنب سائر الذنوب والمعاصي كبائرها وصغائرها، ويتوب إلى الله مما وقع فيه منها. نعم. أحسن الله إليكم. أبو ماجد من الدمام يقول: ما الفرق بين البيع المنتهي بالتمليك وكذلك البيع مع الوعد بالتمليك، وهل الأخير ملزم على البائع أو ملزم على البائع الوفاء بوعده؟ كلا الأمرين لا يجوز، البيع الآجار المنتهي بالتمليك والآجار المنتهي بالوعد بالتمليك، كلاهما لا يجوز، لأن البيع لا يعلق على مستقبل، لا بد أن يكون البيع ناجزا بالإيجاب والقبول. نعم، يجوز الخيار أن يعقد البيع مع آخر ويشترط الخيار، أو يكون له الخيار ما دام في المجلس، هذا لا بأس. نعم.
نعم بارك الله فيكم. أم أحمد من جدة تقول: أنا لا أحفظ من القرآن إلا القليل، ما حكم قراءة السورة وتكرارها في الصلاة مرتين؟ قال الله سبحانه وتعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، فتقرأين ما تيسر من القرآن ولو سورة واحدة ترددينها. نعم نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا محمود عبد الله يقول: ما حكم ما نسمعه بمنح أو منع البنات من الميراث وخاصة في بعض الدول؟ هذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، ومن قطع ميراث وارث فإن الله يحرمه ميراثه من الجنة، فلا يجوز التلاعب بالمواريث التي شرعها الله سبحانه وتعالى، بل لا بد من تنفيذها كما جاءت وإيصالها إلى مستحقيها من غير مماطلة ومن غير بخس أو من غير تأخير بغير حق. نعم نعم. سعيد محمد من جدة يقول: ما حكم الاهتزاز والتمرجح أثناء قراءة القرآن الكريم والتمايل؟ لا يفعل هذا، هذا بدعة، التمايل أثناء قراءة القرآن والتمرجح كما ذكرت هذه صفة أهل الكتاب عندما يقرؤون التوراة والإنجيل، قد نهينا عن التشبه بهم. نعم نعم. سوداني مقيم في المملكة يقول: ما حكم بناء المساجد على القبور حيث أن هذا متبع في قريتنا هناك؟ لا تجوز بناء المساجد على القبور ولا دفن الأموات في المساجد، لا يجوز هذا، بل تبعد المساجد عن القبور، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، هذا العمل وسيلة إلى الشرك. نعم نعم. ويسأل سؤاله الأخير يقول: حكم التبرك بما انفصل من جسد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم هذا طيب، التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم ببدنه الطاهر الشريف أو ما انفصل منه من ريق أو شعر أو عرق، هذا لا بأس به لأنه مبارك. وأما التبرك بغير ذلك مما يتبركون به من التربة أو من الثياب والملابس وغير ذلك وهي لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، التبرك خاص بالرسول في حياته وبدنه وما انفصل من بدنه عليه الصلاة والسلام من شعر أو ريق أو عرق. نعم نعم. أبو ياسر يقول: إذا فاتت المأموم ركعة من الصلوات الجهرية هل يجهر بالقراءة فيها أم لا؟ الصحيح أن ما يدركه المسبوق من صلاته مع الإمام هو أول صلاته، وما يأتي به بعد إمامه هو آخر صلاته. نعم. إذا خرجت الصلوات الجهرية عن وقتها هل يجهر فيها أو يجهر فيها الإمام والمنفرد بالقراءة أم لا؟ إذا صلى صلاة الليل في النهار قضاها مثلا فإنه يجهر بها، وإذا صلى صلاة النهار بالليل لكونها فاتت أو نام عنها أو نسيها، إذا صلاها بالليل فإنه لا يجهر بها، صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية. نعم. مصطفى من جدة يقول: أذنب والله وأندم على الذنب وأرجع ثاني، ادع لي يا شيخ بالهداية، وما هو الواجب علي في ذلك؟ الواجب عليك أن تترك الذنوب ولا تعود إليها، من شروط صحة التوبة أن يعزم أن لا يعود، تعزم أن لا يعود أن لا تعود، ويعينك الله عز وجل ولا يكون فيك ضعف أو خور أو تفتح نافذة للشيطان عليك، توب إلى الله توبة صحيحة مستوفية لشروطها، تقلع عن الذنب وتعزم أن لا تعود إليه
وتندم على ما حصل منك. نعم. نعم. أم أحمد من أبها تقول: زوجي هجرني أكثر من 3 سنوات حتى الآن، وكذلك ترك النفقة التي عليه، وأنا موجودة في بيت أمي، فما الحكم في ذلك؟ تراجعين القاضي في هذا وتقيمين عليه دعوى، والقاضي يستدعيه وينظر في قضيتكم. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا يقول: من أخر قضاء رمضان لعذر شرعي وهو المرض حتى جاء رمضان الآخر، ماذا يترتب عليه؟ يصوم رمضان الحاضر، وإذا انتهى يقضي ما عليه من رمضان الفايت ما دام أنه أخره لعذر. أما إذا أخره لغير عذر حتى جاء عليه رمضان الجديد، فإنه يصوم رمضان الجديد ثم يصوم بعده الأيام التي عليه من رمضان الماضي، ويطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير، كفارة عن التأخير من غير عذر. نعم. سامي بخاري يقول: أنا من سكان مكة، أنزل جدة لإنجاز بعض الأعمال، هل يجوز الجمع والقصر مغرب وعشاء وكذلك الظهر مع العصر؟ الآن ليس بين جدة ومكة مسافة قصر، لأن البنيان تقارب بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: حفظكم الله، ما هو قدر وحق المعلم عند الطلاب، حيث أن هناك تساهل من بعض الطلاب واستهتارا بمعلميهم؟ الواجب على الطالب أن يتأدب مع معلمه وأن يحترمه حتى يستفيد منه، أما إذا أساء الأدب معه أو احتقره فإنه لا يستفيد منه. نعم. أحسن الله إليكم. محمد سعيد من تبوك يقول: يا شيخ، أنا أبيع وأشتري في السيارات بالتقسيط الشهري، ويأتيني الناس ويحرجونني أنك تشتري السيارة وتقسطها علينا وأخذ مكسبي فيها، هل يجوز بارك الله فيكم؟ إذا ملكت السيارة ملكا تاما، نعم، فلك أن تبيعها مؤجلا بثمن أكثر من الثمن الحال، لا بأس بذلك. إذا ملكتها ملكا كاملا فلك أن تبيعها بثمن مؤجل يكون أكثر من الحاضر. نعم. أبو عبد الله من الرياض يقول: حصل نقاش بعد صلاة العصر حول إفشاء السلام على الناس عند دخول المسجد، فمنهم من يقول غير واجب وإن فيه إزعاج على من يسبح ويقرأ القرآن وإلزامه برد السلام وقطع التلاوة والتسبيح، رأي فضيلتكم في ذلك؟ نعم، الذي منشغل بتلاوة القرآن أو بذكر الله بالورد لا تقطع عليه ما هو فيه بالسلام عليه، لكن إذا فرغ من القراءة أو من الورد فسلم عليه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. أبو عبد الله من البدائع يسأل ويقول: الزوجة إذا عصت زوجها في بعض الأوامر الزوجية أو الخاصة، هل تعتبر ناشز؟ نعم، النشوز هو أن تمتنع الزوجة من حق زوجها الواجب له عليها، فإذا امتنعت من حقه من غير عذر ومن غير سبب فهي ناشز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أرسل وقد رمز لاسمه بعين ميم يسأل ويقول: أنا مريض لا أستطيع المشي، فهل تجوز لي الصلاة بدون وضوء، وهل أستقبل أي مكان آخر؟ لا يجوز لك الصلاة بغير وضوء إلا في حالتين: إذا كنت عادما للماء فإنك تتيمم بالتراب، الحالة الثانية إذا كنت مريضا لا تستطيع الوضوء وليس عندك من يعينك على الوضوء فإنك أيضا تتيمم. نعم. أحسن الله إليكم.
محمد يحيى من الخرج يقول: ما حكم من دخل في الصلاة متأخرا وكبر للركوع مباشرة بدون تكبيرة الإحرام؟ لا تنعقد صلاته إلا بتكبيرة الإحرام، فيكبر تكبيرة الإحرام إذا جاء والإمام راكع، يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم يركع بتكبيرة ثانية للركوع تكون مستحبة، إذا تركها صلاته صحيحة تكبيرة الثانية، أما التكبيرة الإحرام فلا بد منها ولا تنعقد الصلاة إلا بها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: متى يحق للمرأة أن تطلب الطلاق عن زوجها؟ حق لها أن تطلب الطلاق من زوجها إذا نقص شيئا من حقوقها عليه من غير عذر، فلها أن تطلب الطلاق منه، أو لم ترضى بدينه أو بخلقه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: أنا أو هذه أم محمود من جدة تقول: بارك الله فيكم، أنا أقرأ القرآن الكريم ولكن لا أجيد الترتيل أو التجويد، هل التجويد من مكملات القرآن الكريم؟ التجويد هذا من المكملات وليس ضروريا، اقرأ القرآن على حسب استطاعتك. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. نعم، أحسن الله إليكم. هذا الأخ محمد اليوسي من جدة يقول: سجد الإمام في نهاية الصلاة دون أن نلاحظ خطأ أو سهوا أثناء الصلاة، فسألناه لماذا سجدت للسهو، فقال: أنا قرأت في الركوع سبحان ربي الأعلى، فهل عمله صحيح جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه يستحب له أن يسجد للسهو، فهو فعل ما يستحب وأنتم تتابعونه. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة أم سعيد من عرعر تسأل وتقول: أنا حريصة على صلاة الفجر بالنسبة لأبنائي، ولكنهم لا يستيقظون إلا بصعوبة، وأحيانا لا يستيقظون، هل أنا آثمة في ذلك؟ نعم، لازم أن تأمريهم بالصلاة وأن توقظيهم للصلاة، وعلى أبيهم كذلك أن يتعاون معك عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، فهم تحت مسؤوليتكم، أنتم مسؤولون عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. نعم، نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من الأخ تركي بن عيد من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقول: هل يجوز أجمع صلاة الجمعة مع صلاة العصر؟ لا تجمع العصر مع الجمعة، لأنها ليست من جنسها، ولأن هذا لم يرد عن السلف الصالح. نعم، جزاك الله خير يا شيخ صالح، وبارك الله فيك وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام، هذه تحية من الزميل المخرج سلطان العتيبي ومن الزملاء كافة، سائلين الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي وفي كل مكان، وأن يحفظنا ويحفظ ولاة أمرنا، إنه على كل شيء قدير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.